سرني أن جلست مع عدد من الشباب، منهم المتسائل ومنهم المتشكك، ومنهم من يعتبر نفسه ملحداً، ودار الحوار بيننا، وسأل أحدهم عن الرأي في الفكر الماركسي، فأجبته بأنه يحتوي على المقبول والمرفوض، ولولا وجود ومضات من الحق فيه، لما حمل عوامل الاستمرار طوال السنين؟ فهو يتميز بالاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وإن اختلفنا معه في طريقة تطبيقها. ثم قلت: ماركس كان مفكراً، لينين كان نصاباً، ستالين كان جزاراً، ولكن عندما انتقل الحوار إلى الإسلام والإيمان، سألني أحد الشباب بكل أدب: هل تقبل أن نصف الرموز المقدسة لديك بوصف النصاب والجزار كما فعلت مع لينين وستالين؟ وهنا تنبهت إلى الازدواجية الصادمة التي نعيشها في حديثنا عن أدب الحوار، وإلى التعصب الدفين الذي يوجه تصرفاتنا. فاعتذرت لهم عن اللفظين، واعترفت بأنني كنت أمارس ازدواجية المعايير بدون شعور. أمامنا وقت حتى نتعلم فضيلة قبول الاختلاف، ونتعلم الفرق بين نقد الفكر وتجريح الأشخاص، ونتعلم الفرق بين الثناء على المبادئ النبيلة وإقرار العقائد المخالفة، وهي مشكلة موجودة في نفوسنا قبل أن تكون في أفكارنا. ثم تأتي الأفكار لتغذيها، ثم يستثمر ذلك في ساحة التدين والفكر والسياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام. تجد الليبرالي يتكلم عن حرية التعبير، ثم يبادر إلى المطالبة بسن قوانين تمنع مشاركة الخطاب الديني في السياسة. تجد الإسلامية ينكر على العلماء تعصبهم لمذاهبهم ويتهمهم بتقديس الآئمة، ثم تجده ينتفض عند أول انتقاد لرمز من رموز الحركة الإسلامية. تجد الاشتراكي الثوري ينكر على النظام مصادرته لإرادة الشعب، ثم تجده يتهم الشعب بالتخلف والجهل لمجرد أن يكون اختياره مخالفاً لتوجهه. أيها الأحبة من مختلف التوجهات والخلفيات الفكرية، العيب والخلل في أنفسنا قبل أفكارنا. أيها الأحبة، نحن متعصبون، نحن مزدوج المعايير، وعلينا إذا أردنا أن نرتقي بأنفسنا وأوطاننا والإنسانية كلها، أن نتخلص من هذه الازدواجية ومن هذا التعصب، فمن هنا تكون البداية الصحيحة. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.